فأول فضائل هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزال القرآن في هذا الشهر، وذلك في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فابتدأ إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ثم تتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والنوازل، إلى أن أكمله الله عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أنزل الله عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بتلاوة القرآن أكثر من غيره، وكان صحابته والمسلمون من بعدهم يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم، فهو شهر القرآن وهو شهر الصيام.